طبعا احنا سعداء جدا بوجود هذا الكم الكبير جدا من كل الاقطار المشاركه في كاس الامم، اكثر من 100 اعلامي من اذاعه والتلفزيون والاقطار الافريقيه والعربيه شرفونا النهارده. الفكره جات لنا كاعلام داخل مسبير واعلام رياضي ان احنا عندنا حدث كبير جدا، احنا كاعلاميين داخل الاذاعه والتلفزيون لابد يكون لينا دور، والحمد لله كل الزملاء في كل القنوات لما قلنا لهم الفكره تعاونوا معانا، وعلى راسهم طبعا القناه الثانيه والفضائيه المصريه تي في وإذاعة الشباب والرياضة وكل الإذاعات الحقيقة، لأنه هذا المبنى الحقيقة ليه فضل علينا كلنا. هذا المبنى خرج كل المميزين في إخراج في تقديم في إعداد، مبنى كلنا بنعتز الانتماء ليه. إحنا كجمعية مصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع تأسسنا في أكتوبر 2016، شاركنا في أعمال خيرية كتير جدا، شاركنا في أعمال ومناسبات اجتماعية وإعلامية، ولكن أهم حدث أنا بعتبره كان النهاردة، وهو إقامة حفل للتواصل مع الإعلاميين العرب والأفارقة اللي مشرفنا على أرض مصر في كأس الأمم الأفريقية. دورنا كتنظيم طبعا في مصر، احنا طبعا كلنا سعداء جدا بالتنظيم وسعداء بحفل الافتتاح، كان حفل على اعلى مستوى، نتمنى ان حفل الختام يكون ايضا بنفس المستوى. لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل رائع جدا، وجود 24 دوله ده امر صعب، بس احنا اداؤه حدود زي ما بيقولوا. المستوى الفني في ماتشات عاليه جدا، وفي ماتشات ما شفناش فيها مستوى، في فرق عدت اللي عليها واكتر زي المغرب والجزائر، وفي فرق عايزين نشوف منها الاكتر زي مصر زي تونس متعشمين فيها الاكتر. الفرق الافريقيه السنغال ماشيه بشكل كويس، في فرق تخيلنا ان احنا هي ممكن تعمل اكتر من كده لكن ما قدمتش المطلوب منها. عموما انا بشوف ان استضافه مصر لحدث كاس الامم حدث كبير وحدث كلنا سعدنا بيه.